السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن قص الصورة في بايثون كروبينج. مثلا احنا عندنا صورة، وليكن صورة لاعب الكرة محمد صلاح. عندنا الصورة دي أبعادها 640 ويتس في 480 هاي، عرضها 640 بيكسل في 480. دي الأبعاد الخاصة بالصورة. لنفرض إن أنا عايز أقتصها من هذه المنطقة، مثلا نقول المنطقة من عند المنطقة 170 ل 70، من المنطقة دي نفرض، يعني بفرض رقم 170 ل 70 أو 180 من عند المنطقة دي، ولحد هنا نقول ل 500 400، من 500 ل 400 لحد المنطقة دي. طيب نقفل دي ونروح للبرنامج بايثون تشارم، محرر بايثون، ونستورد مكتبة بيلو. بتفتح هنا تيرمينال، هنا كليك على تيرمينال، ويجي لي الكوماند لاين هنا، ونكتب الامر التالي: pip install pillow، ونضغط مفتاح الادخال انتر. يبدأ في تنزيل المكتبة بيلو اللي هاخد منها، استورد منها الايمج، مكتبة ايمج اللي هتساعدني في ان انا اعمل عمليات قص على الصورة. طبعا لازما يكون الجهاز متصل بالانترنت. انتظر هنا لما يعمل داونلود للصورة من خلال الانترنت. جاء ادانا رسالة قال لي requirement already satisfied، يعني انت الطلب بتاعك تم استيفائه، تمام، موجود عندك، لان انا سبق نزلته، فبيديني الرسالة دي. لو الجهاز متصل بالانترنت والمكتبة مش موجودة عندك، هيبدأ في تنزيلها في اقل من دقيقة، عادي جدا. نبدأ في كتابة الكود اللي من خلاله هنفتح الصورة. الصورة دي جابا جي واسمها MOH. نفتحها تاني ونشوف البروبرتيز، الخصائص بتاعتها، ونعرفها. قبل ما اشتغل دايما اعرف ان اسم الصورة MOH، ودي صورة امتدادها دوت جابا جي، قبل ما ابدأ في كتابة الاكواد علشان اتجنب الاخطاء في اسم الصورة، وده موضوع بسيط جدا. بكتب هنا الكود from pill، من pillow، import image، استورد ليا الايمج. السطر اللي بعده بقول افتح هنا متغير اسمه image im، اختصار كلمة image يعني، يساوي image اللي انا سبق اخدتها او استوردتها. دوت open، افتح ليا صورة محمد صلاح دوت جاباجي، واختصرت محمد صلاح بكلمة MOH. يبقى انا هستورد، انا هاخد الصورة واضعها في متغير image. اللي بعده ان انا بأعرض الصورة image show، يعني اعرض ليا الصورة، هيعرض الصورة ليا بالحجم الاصلي بتاعها. في الخطوة التانية بفتح متغير هنا cropped. متغير cropped يعني المنطقة اللي هيتم اقتصاصها، فانا هقص المنطقة من 170 70، من عند بداية من x 170 y 70 لحد 600 400، وبعدين اقلل القيم دي علشان اقص. بعدها كروب بتشو هنا اعرض ليا الصورة اللي تم قصها. بعد القص المنطقة دي عايز اشوف شكلها عامل ازاي. بعد كده سيف كروب دوت سيف، يعني احفظ الصورة. طبعا الصورة كان اسمها الاصلي ام او اتش، لا بقول له انا احفظها MOH 1 علشان احتفظ بالصورة الاصلية والصورة بعد تعديلها واعمل مقارنة بينهم.
اضغط هنا ران نفذ ونشوف ايه اللي هيحصل. هيعرض لي الصورة الاصلية دي بابعادها ودي الصورة بعد ما تم اقتصاصها. نلاحظ ان المنطقة هنا تم قصها، ونقارن بين الصورتين. هنا هنعمل تجاور ما بينهم، نلاقي واضح هنا الفرق بين الصورتين. العنوان هنا مش موجود، وفي المنطقة دي تم قصها. دي الصورة الاوريجينال الأصلية، ودي الصورة اللي كروبد تم قصها. نجدها أيضا محفوظة عندي على الأكتيف فولدر اللي أنا شغال منه المشروع. هنا نلاقي الصورة لو وقفت عليها الأصلية، نشوف أبعادها. نفتح هنا بإيديت، كليك يمين وإيديت، ونشوف أبعادها كام في كام. مع عن طريق برنامج الرسام اللي موجود عندك في الويندوز ممكن تعرف أبعادها، أو برنامج الفوتوشوب. أبعادها 640 في 480، 640 بيكسل، ويدث في الهايت 480. أما أفتح التانية دي، كليك يمين وإيديت، نشوفها هنلاقي أبعادها 430 في 330، والمساحة بتاعتها أيضا قلت 17 و 0.8 كيلو بايت، قلت كمان في المساحة بعد ما قصتها. ده كان بالنسبة. طب ممكن أنا أحذف MOH وأحاول، اللي هي الصورة اللي تم قصها، وأحاول أقلل دي، أخليها مثلا بدل 600 أخليها 500، من 500 ل 400. نفذ. دي الصورة الأصلية، ودي الصورة اللي تم قصها، نجيبهم يعني كده جنب، الاتنين جنب بعض. دي الصورة الأوريجينال الأصلية اللي على إيدنا اليمين، ودي الصورة بعد الاقتصاص. لو جينا شفنا الخصائص بتاعتها، ممكن من هنا كليك يمين ونضغط على فايل انفو، يعني اعرض لي معلومات عن الصورة. نلاقي الصورة دي اللي هي الأصلية حجمها 318.5 كيلو بايت، لكن والأبعاد بتاعتها 640 في 480. دي الصورة الأصلية. نضغط هنا كليك يمين وفايل انفو، نلاقي الصورة دي 157 كيلو، أبعادها 330 في 330 اللي احنا قصناه. ده كان بالنسبة لاقتصاص الصور اللي بنقول عليها جابا جي، صور جابا جي بنقصها. طب هتقول طب انا مش عايز اعرض، انا مش عايز اعرض لا الصورة الأصلية ولا الصورة بعد قصة، انا عايز اخليه يقص مباشرة. ممكن؟ ايوه، بنوقف الامر ده، بنضغط علامة الهاش علشان نخليه السطر ده مجرد سطر ريمارك ملحوظة فقط، وكأنه كومنت، كأنه تعليق، هنا بيصبح غير قابل للتنفيذ. وننفذ تاني. هنا لا يعرض الصورة الأصلية ولا يعرض الصورة اللي تم قصها، وبيقوم بعملية التخزين. وهنا دي الصورة الأوريجينال ودي الصورة التانية. ده لما أحب مثلا إن شاء الله أستخدم كود بايثون في اقتصاص مجموعة صور أو آلاف من الصور مرة واحدة كباكج مرة واحدة، من خلال حلقة تكرارية من مجموعة أرقام. يعني نفرض إن أنا عندي 1000 صورة أو 5000 صورة، عايز أقصهم بنفس النمط الأجزاء دي كلها، ممكن أعملها كلها مرة واحدة بدل ما أفتح الفوتوشوب أو برنامج محرر الصور وأفضل أقص 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 صورة بعد صورة. ده كان بالنسبة للصور الجابا جي. أما لو حبيت إن أنا أعمل اقتصاص لصور من نوع بي إن جي، بعمل إيه؟ نفس الخطوات، بحذف الصور دي اللي هي صور جابا جي، كده حذفتها، وبجيب صورة مثلا بي إن جي أنا سبق جهزتها برضو للاعب محمد صلاح، أقف عليها كده بالفرق، بيقول لك دي صورة بي إن جي. عايز تتأكد كليك يمين واختار بروبرتيز خواص، الاسم بتاع ام اس، ودي صورة دوت بي ان جي، صورة بي ان جي. دايما البي ان جي بتبقى صورة عالية الجودة. انا عايز اعمل قص عليها، بروح هنا لمحرر البايثون، وطبعا اكون متأكد ان انا من خلال التيرمينال سبقت عملت بيب انستول بيلو، بنزل مكتبة بيلو اللي من خلالها استعين ب ايمج، مكتبة ايمج اللي بتساعدني في قص الصور وعمل الشغل البرمجي من خلال بايثون. بفتح المحرر، وفي السطر الاول بقول from pillow من pill import image، استورد ليا الايمج، مكتبة ايمج.
بعد كده بفتح متغير اسمه اي ام زي المره اللي فاتت، وبكتب هنا image dot open ms dot png، لان الصوره انا هنا مسميها ms وامتدادها dot png. السطر اللي بعده بحدد المنطقه اللي انا هقصها، بقول له region المنطقه m dot crop 170 ده x، y هتساوي 70، 600 ده ال width، 400 ده ال height. بعد كده دي المنطقة بعد ما احددها اجي اقول له region المنطقة دي دوت سيف، احفظها لي باسم جديد، اسيب الاسم الاصلاني اللي هو msPNG واحفظه باسم جديد ms2PNG لكي اترك الصورة الاصلية. ابص هنا الاقي الصورة الاصلية، عايز اعرف ابعادها كام في كام، كليك يمين ونشوف ابعادها كام في كام. نلاقي ابعادنا 640 في 480 بكسل، السايز بتاعها حجمها 412.1 كيلو بايت، ده الصورة الاصلية بابعادها. طيب لما اشتغل هنا واضغط ران نشوف، قال لي خلاص بروس فينيشد ويز اكزيست كود ويز اكزيت كود. بلاقي هنا الصورة ام اس 2 اللي هي الصورة اللي تم كروب تم قصها. نشوف كده ابعادها كام في كام وحجمها، كليك يمين واديت، نبص نلاقي هنا حجمها 430 في 330، السايز بتاعها 160 كيلو، يعني قلت. طب افتح الصورتين ويا بعض، دي الصورة الاصلية دي الصورة الاصلية، ونفتح الصورة التانية ونقارن ما بينهم، دي الصورة اللي تم قصها ودي الصورة الأصلية. الصورة الأصلية زي ما احنا شايفين كلها ظاهرة، لكن دي الصورة بعد القص. وممكن أشوف برضو من خلال فايل إنفو، هنا كليك يمين فايل إنفو، نلاقي هنا حجمها 412.1 كيلو بايت، الدايمنجنز بتاعها أبعادها 640 في 480. أبص دي كليك يمين وأشوف فايل إنفو اللي هو انفورميشن أباوت فايل، الاقي هنا 160 كيلو، لكن هنا 412 كيلو، هنا 430 الدايمنجنز، 430 في 330، لكن الدايمنجنز هنا 640 في 480. ده كان بالنسبه لقص الصور اللي هي من نوع بي ان جي وحفظها على الجهاز. تمام، نفس الخطوات اللي فاتت، مفيش اي مشكله. وطبعا بقول تاني، حضرتك ممكن تستخدم هذه الوسيله او هذه الاكواد في انك تعمل قص لمجموعه صور كتيره جدا جدا، ودي بنلجأ لها في بعض الاعمال، ان احنا نحب نقصقص الصور لكي توضع مثلا على شهادات او استمارات او بطاقات، بيكون عندنا كم كبير وماشي بتسلسل معين من قاعده البيانات، فممكن نلجأ لهذه الاكواد في ان احنا نقص باكج كبيره جدا او حزمه كبيره من الصور في خلال ثواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.